الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال النائب برهان المعموري إن تأخر وزارة المالية في صرف مستحقات الفلاحين لسنوات مضت له تداعيات خطيرة، مؤكدا أن الملف الزراعي يعاني من صدمات كثيرة مثل شح المياه وفتح أبواب الاستيراد، وهو ما انعكس بالسلب على أبناء المجتمع بصورة عامة. وأضاف المعموري أن تأخر صرف المستحقات المالية للفلاحين يعد استمراراً لتلك الصدمات التي يعاني منها المزارعون، ما يدفعهم إلى التفكير جدياً في ترك عملهم والبحث عن مصادر أخرى لتلبية متطلبات الحياة. ورأى أنه في عدم استمرار الفلاحين بعملهم مع ارتفاع أسعار المحاصيل المستوردة أمر يهدد الأمن الغذائي للبلد ويوصل قطاع الزراعة للهاوية. قالت إيران إن قيمة صادراتها إلى العراق خلال 11 شهراً من السنة الحالية تخطت 8 مليارات دولار. وأضاف متحدث باسم الجمارك الإيرانية أن الصادرات الإيرانية خلال نفس المدة بلغت أكثر من 28 مليون طن من البضائع بقيمة تزيد على 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة في الوزن بنسبة 17% وزيادة بالقيمة بنسبة 20% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الواردات الإيرانية من العراق خلال نفس المدة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، ويأتي هذا في وقت اعتبر مراقبون أن الصادرات الإيرانية تسببت بضرب المنتج الوطني العراقي. ذكرت منظمة أوبك أن حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر نيسان حددت ب4.414 مليار برميل يوميا، بزيادة مقدارها 44 ألف برميل يوميا عن شهر آذار. وأضافت المنظمة أن العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية، وثالث أكبر منتج منظمة أوبك بلس بعد السعودية وروسيا، حيث يصدر 66% فقط من حصته في آذار. ويشهد العراق في الوقت الحالي تلكؤاً إنتاجياً يتمثل بتوقف العمل في حقل غربي الناصرية الذي ينتج 80 ألف برميل يومياً بسبب مشاكل عشائرية وضغوطات على طلب التعيين. شهدت أسعار القمح والذرة في الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة بعد تقلص الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقفزت أسعار القمح بنسبة 37% بينما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21% حتى الآن في عام 2022 بعد ارتفاعها نحو 20% طوال عام 2021. وتمد أوكرانيا الأسواق بنحو 12% من إجمالي صادرات القمح في العالم، كما توفر 16% من صادرات الذرة العالمية. كشفت بيانات رسمية حديثة أن معدل التضخم في منطقة اليورو قفز إلى مستوى مرتفع جديد خلال شهر شباط الماضي من جراء غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن الأسعار للمواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5.8% خلال شهر شباط مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أنه للشهر الرابع على التوالي الذي يصل فيه معدل التضخم إلى مستوى قياسي وربما ليس الأخير. أما الآن فإلى أسعار وصرف العملات الأجنبية والمعادن.
ختام الموجز، نلقاكم بخير.